أنا اسمي ندى من مصر، مدرسة يوجا وممارس للخبرة الجسدية. في يوم تشافي من أجل سوريا هقدم عرض عملي لمجموعة من الأدوات أو التمارين لدعم الاستقرار وتنظيم الاستجابة النفسية وقت الأزمات ووقت التعرض للضغوط الشديدة. قلوبكم الطيبين، معكم أشيرة من فلسطين. بحب أدعوكم تشاركوا معنا في يوم التشافي الجسدي والنفسي اللي رح يكون يوم الجمعة الجاي من الساعة 11 الصبح للساعة 8 مساء بتوقيت القدس. رح يكون معاكم معالجين من كل الوطن العربي، لكل شخص اللي حس وشعر انه اهتز قلبه لما اهتزت الأرض تحت سوريا وتركيا، وإن شاء الله نقدر نكون مع بعض ونساعد بعض ونساند بعض ونرجع الأمل. إلى فاضل، أسعد الله أيامكم بكل خير. معاكم عمر شتاوي، ممارس ومدرب تنفس علاجي، متخصص في التكامل مع الصدمات. إن شاء الله بكون معاكم انطلاقا من عمان وبانتظاركم. اسمي زهرة شحرور، أنا من فلسطين وعايشة بلبنان. أنا مدربة يوغا وصار لي تقريبا سنتين عم اشتغل مع الأطفال كدعم نفسي من خلال اليوغا. رح أكون عم بعطي يوغا للأطفال نهار الجمعة بنهار التشافي الجسدي والنفسي لنقدر نخفف من صدمة الزلزال ونساعد الأطفال يفرغوا هذه الطاقة من خلال الحركة ومن خلال التنفس لنهدئ الجهاز العصبي عند الأطفال. بتمنى أشوفكم على. السلام عليكم، مرحبا. أنا منال دباغ، وإن شاء الله بدي أقدم جلسة قصيرة عن الحركة كمصدر دعم نفسي. حنتحرك فيها حركات بسيطة سواء كنا واقفين أو جالسين، عشان كيف نقدر نرجع للهدوء لحد ما الداخلي، ونعرف إيش نحتاج وقتها، ونصير نلاقي عندنا مصادر موجودة دائما معانا وهي جسمنا، يصير نقدر نستخدمها وقت الحاجة. شكرا جزيلا، وإن شاء الله تلاقوا فيها الفائدة. مغربي من أريحة فلسطين، كتير متحمسة أني أكون معاكم في جلسة EFT جماعية في علاج بتقنية الحرية العاطفية، نتشارك فيها حرية من كتير مشاعر مزعجة في ظل الظروف اللي منعيشها، فبشوفكم هناك. مرحبا، معكم هند تيشوري من لبنان، حاليا متواجدة بقطر. أنا مدربة يوغا، مدربة حياة ووعي جسدي. رح كون معكم يوم الجمعة 24 الشهر الساعة 3:30 بتوقيت قطر، 2:30 بتوقيت القدس المحتلة، لنعمل سوا تأمل بوعي جسدي. هيدا النوع من التأمل بيساعد على تخفيف القلق والتوتر وبيساهم بإعادة الاتصال. مرحبا، معكم ميسون قرمان من حيفا. احنا على موعد مع جلسة إصغاء وتأمل مع لغات النور. لغات النور هي لغات الأصل من كواكب الأصل. لغات النور هي ترددات طاقية عالية، عملياً لغات مشفرة اللي بتحاكي روحنا، نفسنا وجسدنا، وبتعمل تماهي دقيق جداً بين أجسادنا الثلاثة، وبهيك بنحصل على توازن تشافي وتواصل عالي جداً. موعدنا يوم الجمعة 24 شباط الساعة 6:30